بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم الأعشار للصف الرابع الابتدائي، وسنتعلم بإذن الله قراءتها وكتابتها. هيا نبدأ بهذا المثال التمهيدي. تجري المدرسة مسابقة في الرياضيات، حيث يتم تكوين مجموعات من 10 طلاب. يتم ترشيح 3 طلاب من كل مجموعة للمرحلة النهائية من المسابقة. ما الكسر الذي يمثل المرشحين من كل مجموعة؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، دعونا نعرف الكسر العشري. ما هو الكسر العشري؟ وهو درسنا لهذا اليوم. هو عدد تستخدم فيه القيم المنزلية، ونعرف القيم المنزلية فقد درسناها في الفصل الأول، والفاصلة العشرية، وهذه مفردة جديدة أيضا بالإضافة إلى الكسر العشري سنتعلمها هذا اليوم. الكسر العشري يمثل جزءا من كل، وكل شيء على يمين الفاصلة العشرية يمثل جزءا من كل. فالعشر هو جزء واحد من 10 أجزاء متطابقة. وللتوضيح أكثر، دعونا نلاحظ هذا الشكل. هذا الشكل هو يمثل لنا الواحد الكامل، فهو مربع واحد كامل، فنقول الواحد الكامل أو واحد على واحد أو واحد. أما هذا الشكل الذي ترونه أمامكم فيمثل العشر الواحد. لاحظ هنا هذا المربع مقسم إلى 10 أجزاء، ولدينا فقط جزء واحد مظلل. هذا معنى العشر. فنستطيع أن نقول عشر، ونستطيع أن نقول واحد على عشرة، أو نستطيع أن نقول أيضا واحد من عشرة عن طريق كتابته بالفاصلة العشرية، 0.10، أي عشر. هيا نأخذ مثال، ومن خلال هذا المثال سنجيب على التساؤل الوارد في التمهيد. ما الكسر الذي يمثل المرشحين من كل مجموعة؟ تذكر أنه يتم ترشيح 3 طلاب من كل مجموعة فيها 10 طلاب. نستطيع أن نجيب على هذا التساؤل بطريقتين. الطريقة الأولى الكسور الاعتيادية، ف3 من 10 نستطيع أن نمثلها بهذا النموذج، فيوجد لدينا 3 مظللة من الكل وهو 10. نقرأها كما يلي، 3 أعشار، أو نكتبها ككسر اعتيادي بأن نضع في المقام 10 وهو الكل، والأجزاء المظللة 3 فقط. الطريقة الثانية، وهي الطريقة الجديدة والتي تعبر عن درسنا لهذا اليوم، وهي طريقة الكسور العشرية. تذكرون أننا درسنا سابقا جدول المنازل، وعرفنا أن جدول المنازل فيه آحاد وعشرات ومئات وألوف إلى آخره. اليوم سوف نضيف شيئا جديدا لجدول المنازل، وهو منزلة هنا أصغر من الآحاد. نعم، يوجد منزلة أصغر من الآحاد وهي الأعشار، ونضع قبل الأعشار فاصلة فيكون بهذا الشكل. إذن ما كان أكثر من واحد نستطيع أن نعبر عنه بالآحاد والعشرات والمئات إلى آخره. أما إذا كان أجزاء من الواحد فإننا نكتبها هنا في الأعشار. كيف نعبر عن 3 من 10؟ نضع 0 في الآحاد، ثم الفاصلة، ثم الأعشار وهي هنا 3 من 10. فإذا رأيت عددا بعد الفاصلة مباشرة تقرأه بهذه الطريقة، 3 أعشار أو 3 من 10. إذن نقول يوجد لدينا هنا 3 أعشار، والكتابة تكون بأن نضع 0.3، ولاحظ أن العدد الذي يمثل الأعشار يكون على يمين الفاصلة. تمرين 1، اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل. هذا الجزء المظلل يعبر عن كسر عشري، فالكل 10 أجزاء والمظلل 1 2 3 4 5. إذن المظلل 5 أجزاء من 10 أجزاء. يا ترى كيف نعبر عنه بالكسر الاعتيادي؟ هذه الطريقة تعلمناها سابقا، بأن نضع الجزء في الأعلى فنقول البسط 5، والكل في الأسفل وهو المقام وهو هنا 10. إذن الكسر الاعتيادي هو 5 على 10. نأتي إلى الطريقة الثانية، وهي طريقة الكسر العشري. الكسر العشري الذي يعبر عن الجزء المظلل
كما تعلمنا أن نكتب 0.5، وبهذه الطريقة نقرأ هذا العدد بأنه 5 من 10 أو 5 أعشار. تمرين 2، اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل. أولا الكسر الاعتيادي، هيا لنعد الأجزاء 1 2 3 4 5 6 7 من الكل، وهو 8 9 10. إذن الكل 10 والجزء 7، فنكتبه كما يلي 7 على 10. الطريقة الثانية وهي الكسر العشري بنفس العد 7 من 10، فنكتبها بطريقة الفاصلة العشرية، فنكتب 0.10 ونقرأها 7 أعشار. مثال 2، اكتب الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري في كل مما يلي. العملية سهلة جدا، هنا 9 من 10 نكتبها بطريقة الكسر العشري بأن نضع 0.9 ونقرأها 9 أعشار. 4 على 10 بنفس الطريقة، 0.4 ونقرأها 4 أعشار. وأخيرا 2 على 10 بنفس الطريقة، نكتب 0.2 ونقول 20. 0.2 ونقول ماذا؟ نقول 20. مثال 3، اكتب الكسر العشري على صورة كسر اعتيادي. إذن العملية هنا عكس العملية في مثال 2. هذه 6 أعشار نكتبها بطريقة الكسر الاعتيادي 6 على 10، وهذا 10 نكتبه بطريقة الكسر الاعتيادي 1 على 10. وأخيرا هنا 0.8، هذه طريقة الكتابة ولكن عند القراءة نقول 8 أعشار. وطريقة كتابة 8 أعشار على صورة كسر اعتيادي هي 8 على 10. أحسنتم وبارك الله فيكم. والآن وصلنا إلى مرحلة التقويم. صل الفقرات في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني فيما يلي. أولا لدي هنا 6 أعشار، يا ترى ما الذي يناسب 6 أعشار؟ هل هو 5 على 10 أم 6 على 10 أم 20؟ الذي يناسب 6 أعشار هو الكسر 6 على 10. ننتقل إلى الفقرة الثانية، 2 على 10، هل الذي يناسبها 5 على 10 أم 20؟ الذي يناسب 2 على 10 قطعا هو 20. وأخيرا هذا التمثيل، ما هو الكسر الذي يناسبه؟ طبعا هنا خيارين مستبعدين لأننا أجبنا عليها بالطريقة الصحيحة، والخيار المتوقع هو 5 على 10. ولكن للتأكد هيا لنعد الأجزاء 1 2 3 4 5، وبالفعل في البسط 5. هيا لنعد الكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا تأكدت أن هذا التمثيل يناسب 5 على 10. الآن لدينا هذه الفقرات أيضا. في هذا التمثيل يوجد لدي جزء واحد مظلل من 10 أجزاء، فالتمثيل سيكون إما 10 عن طريق الفاصلة العشرية أو 1 على 10. يا ترى أين يوجد العشر أو 1 على 10؟ لا يوجد 1 على 10 ولكن يوجد هنا 10. ننتقل إلى الفقرة الثانية، هنا 8 أعشار وتناسب من العمود الثاني 8 على 10. وأخيرا هذا التمثيل 9 أجزاء مظللة من الكل وهو 10 أجزاء، فيناسبها 9 أعشار. وبالفعل هذا التمثيل هو عبارة عن 9 أعشار. تعلمنا اليوم الأعشار قراءتها وكتابتها، وقلنا أن الكسر العشري عدد نستخدم فيها القيم المنزلية والفاصلة العشرية ليمثل جزءا من كل. مثلا 9 أعشار كما تشاهدون 0.9. أما العشر فهو جزء واحد من 10 أجزاء متطابقة، فهذا التمثيل عبارة عن 10 أجزاء متطابقة، والعشر هو الجزء المظلل. وأخيرا عرفنا أن نحول بين الكسر الاعتيادي والكسر العشري، مثل أن نكتب الفاصلة العشرية، نضع العدد بعد الفاصلة في البسط وفي المقام العدد 10، وكما فعلنا هنا نفعل في هذا المثال أيضا.
نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.